السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درسنا من كتاب أسس الأخلاق الإسلامية الوحدة الخامسة. موضوع درسنا اليوم البعد الفردي للأخلاق الإسلامية. بعد الانتهاء من هذه الوحدة يمكننا إن شاء الله أن نحدد العلاقة بين التدين والأخلاق، وأيضا يمكننا أن نشرح أبعاد الفردية للأخلاق الإسلامية وفضائل الأخلاق الإسلامية، وأيضا يمكننا أن نفهم العلاقة بين السعادة والفضيلة في الأخلاق الإسلامية. نبدأ درسنا بالعلاقة بين التدين والأخلاق. نعم، إن المصدر الأساسي للأخلاق الإسلامية هو القرآن والسنة المتجسدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي تقول إنه كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم خلق القرآن تشير إلى هذه الحقيقة. ونبي الإسلام الذي يقول الدين النصيحة يعبر عن هذه الحقيقة بأسلوب آخر. البعد الفردي للأخلاق الإسلامية. الأبعاد التي تميز الإنسان عن غيره هي المحبة والتفكر والإرادة والعمل والتجربة، وهذه الأبعاد مؤثرة ومحددة في تعريف الدين أيضا، وأهمية الأخلاق وعمليته تتعين في هذا الحد. إن قابلية الإنسان للحب والاعتقاد والإيمان تحقق تواصله مع قوة روحه الأصلية بل تجديدها. إذن المحبة هي اسم أشد العلاقات بين الإنسان وربه، وقابلية المحبة مهمة جدا في تفطن الروح لنفسها. ويشير محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إلى أن من يتوجه إلى الدين ويضع التوحيد في محوره يترقى روحيا ويتزكى، وبالتالي يبلغ السكينة والسعادة. قد تبين بهذا أن الأخلاق هي أهم الأبعاد للدين، فمحمد صلى الله عليه وسلم يجمع بين عالمي الغائب والشاهد في هذا المعنى. الفضائل في الأخلاق الإسلامية. إن علماء الأخلاق المسلمين قيموا الأخلاق بالاختصار بعلم الفضائل والرذائل، فعلى هذا يرشد الأخلاق إلى تحلية النفس بالفضائل وحفظها من الرذائل. إن الإنسان هو مجموع النفوس الثلاثة، كلها النباتية والحيوانية والملكية، وتتمثل كل واحدة منها بقوة من قوى الإنسان. فالنفس النباتية تتمثل بالقوة الشهوانية، والنفس الحيوانية بالقوة الغضبية، والنفس الملكية بالقوة النطقية. نتكلم عن تقسيم الفضائل. الحكمة يحتمل هذه الفضائل. إنها بصورة عامة فضيلة تختص بقوة اكتساب العلم بالأشياء. إن القوة الحكمية والقدرة المعرفية مهمة للغاية في الاتصاف بالفضائل، والمفكرون المسلمون يعترفون بأن الاستعداد العلمي شرط للتخلق، والحماقة تمنع الشخص من نموه الأخلاقي، فإن الخير لا يتحقق إلا بعد العلم بالخيرية. ومن ناحية أخرى، خيرية الشخص ستزيد من حكمته. يحتمل من هذه الفضائل هي الشجاعة. الشجاعة فضيلة تصدر من داعية الاستعلاء، وكثيرا ما يطلق عليها القوة الغضبية، والفضيلة التي تصدر من هذه القوة تسمى بالشجاعة. وعند اشتداد هذه القوة يقع الشخص في التهور، وعند ضعفها يكون جبانا، وعند اعتدالها تحصل الشجاعة، ولا تتحقق العدالة إلا عند حصول هذه الفضيلة.
العفة. العفة هي فضيلة، هي فضيلة تحقيق أسباب حفظ البدن وتدويره والإعراض عما لا حاجة إليه، وهذه الفضيلة متعلقة بدعاية الشهوة، واشتدادها يورث المعصية، وبضعفها يحصل النقصان في الشهوة. من أهم هذه الفضائل العدالة، هي أتم الفضائل، وقد نقول هي فضيلة مشتركة بين سائر الفضائل، فإنها وسط جميع التطرفات، وبصورة عامة تنقذ الإنسان من التطرفات التي هي الرذائل. وفي رأي ابن رشد الذي هو أحد الفلاسفة المسلمين، أن فضيلة العدالة كفيلة لتحقق الفضائل الأربعة الأخرى في المجتمع، وهي الحكمة والبطولة والعفة والسخاء. ما هي طريقة الوصول إلى الفضيلة؟ يقول ابن حزم: لا علاقة بين الفضائل والرذائل ولا الطاعة والمعاصي إلا في ألفة النفس ونفرتها. والسعيد هو من يعود نفسه على الفضائل والعبادات ويحببها إليها، والشقي هو من يعودها على المعاصي والرذائل ويبعدها عن الفضائل وينفرها منها. نعم، نفهم من كلامه أن اكتساب الفضائل أو الرذائل لا يتوقف إلا على حب النفس لها أو نفرتها منها. الفضائل والسعادة. نعم، الهدف من الفضائل هو السعادة، وبعبارة أخرى أن الفضائل آلات موصلة إلى السعادة. هذا هو الغرض من الأخلاق والفقه. وعلم السياسة أيضا يخدم هذه الغاية. وفكرة يوسف خص حاجب الذي يتأول المجتمع الفاضل والملك الفاضل على منوال الأخلاق الإسلامية يمكننا أخذها في هذا السياق مثالا ملموسا، حيث إن كتابه المسمى بقطط قبلك علم السعادة يمثل الجانب التطبيقي لمسألتنا. يقول يوسف خص حاجب إن هناك علاقة مباشرة بين استعمال الإنسان لقواه ونيله السعادة، والأصوب من هذا تحقيق النظام بين الإرادة والعلم والشعور الذي هو تظاهرات الروح، فنلقاه سكونا للنفس، وبالتالي ليس للمتواجد في الدنيا غرض سوى هذا الغرض. أعزائي الطلاب، بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الوحدة. دمتم في أمانة الله، في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.